الماضي أحمر العين في الإبراهيم مستمع لا حكاية الأدب عزم وجزم والصبر والدين وفك من عمه طيب والله الضنايا وعيال عسكر فعلهم يعجب العين عيال رجال وصبر سوايا سبعة ملايين وكانها ليش عامل تلوي قودة قودة الضمايا اختار فكري بين الأقصى والأدنين هذا كلام الصح ما هو حكاية لخير في مدفن بلي براهين أطلق لساني فعل بيضة النوايا أقول لي بيتين وقطة 20 لني من الناموس غيمة.